ثروت استقبل السيد توني عيد تنحكي عن all about networking. اهلا وسهلا فيك استاذ توني عيد بحلو الحياة. رح يكون في مؤتمر كثير كبير ب 17 ديسمبر بدبي وهو تحت شعار all about networking. اول شيء خبرنا شوي عن المؤتمر. صراحة الفكرة الأساسية اللي طلعت من المؤتمر هي بلشنا نجمع اللبنانية اللي بيشتغلوا بالتليكوم وكنا على طول نعملها بلبنان بشهر ديسمبر عاصس كل اللبنانية اللي بالتليكوم يلي بأفريقيا بأمريكا يوروب كلهم بيكونوا بلبنان. أوكي. بعدين الفكرة بلشت تكبر، يعني السنة الماضية كنا بلشنا بجازرينج دينر، بعدين دينر صار معه نتوركينج سبيس أكثر للعالم. يعني نتوركينج يعني هي نحن عم نقصد هون نتوركينج لانه كلنا بنشتغل بالتليكوم، فالشبكات تبع التليكوم والنتورك تبع التليكوم بنفس الوقت نتوركينج بين العالم، يتعرفوا على بعضهم، يعملوا بزنس، يشوفوا بعضهم. يعني از بي ار وبتساعدوا كمان الاندستري اللي هي بنساعد الاندستري، هلا شوي كبرت لانه صرنا هلا عندنا انترناشونال سبيكر من كل الدول. اوكي. صار عندنا بس اكيد بعد في اذا بدك فليفر لبنانيه. ما في شك نحن هيك دائما الشوبينج تبعونا دائما لا فعلا اللبنانيه كمان بالتليكوم ناجحين ما في شك طبعا ناجحين هلا هن بيقولوا الهنود كثير قوية فيها مزبوط هيدي الشغله بالبروجرامينج بالبروجرامينج اوكي لكن عم بتجدد لي وتحسن لي معلوماتي ايضا شعار المؤتمر all about networking ليه اخذتوا هالشعار؟ هيدي انه networking اللي بلشنا الفكره الاساسيه كانت العالم تو نتورك مع بعضها تتواصل مع بعضها وبعدها بنفس الوقت نحن عم نحكي يعني اذا بناخذ التوبكس تبع المؤتمر الاجنده يعني تبعه نعم. كله عنا النتورك يعني أوكي. كيف النتورك عم يكبر كيف عم نطوره كيف مصاعب النيو تكنولوجي اليوم في عم يطلع كل يوم شيء جديد بالتكنولوجي يعني حتى الاوبريتور طب نحن عنا بلبنان طبعا طلع ال 3 دي وكل عالم بعدين ما تنبسط قاموا القيامه لموا الايام لانه ما بدي اقول بشي بيعجبهم بس انه هيدي لا كل شيء بيعجبنا لا فعلا بس هيدي شغله طبيعيه يعني اوكي ليه؟ بامريكا كان عندهم 3 جي وبنيويورك بالذات وشركه اي تي ان تي بعطيكي مطر وقت نزل الايفون والعالم صارت كلها تشتغل على الموبايل اوكي يوتيوب وداونلود ما مش الحال صار في كراش على النتورك بطل حدا يقدر يعمل فويس كول بنيويورك اوكي وهيدي مش سر يعني في يعني نحن بس نكون في نتورك جديد فايت ام في اكيد في عندك فتره 6 اشهر او 8 اشهر لانه عم تغير انت تكنولوجي يعني هلا تبلشي كل البيز ستيشن اوكي بدها وقت لحتى بين الديبلوي من تنقلي من تكنولوجي من جيل الثالث الجيل الثاني لجيل الثالث بعدين نحن ما ننسى ما كان صرنا فتره ما تجددت الشبكه تبعنا يعني عم تتجدد كانت من الايميل انفراستراكشر ما كانت يعني عم تنقلي من اثنين جيل للاج وللسي جي بوقت سرعه نعم ولا حتى هلا الناس اللي كانوا ببيروت ما مثلا ما حسوا فيها ما حسوا قد اللي برا لانه المشغلين هون يعني الفا وتاتش بلشوا بالمناطق اللي فيها اذا بدك كميه يعني يوزر طبعا أكثر. اكيد بعدين يعني صارت بيروت بس انه هيش طبيعي يعني بكره هلا بلشوا يعملوا تيستينج لل 4 جي الجيل الرابع كوني اكيد رح يكون في عندك نفس الشيء في عندك فتره أوكي. 6 اشهر ما رح يكون تنرجع شوي لكينا للمؤتمر لانه الوقت عم يداهمنا مين رح يشاهدك بهالمؤتمر؟ في عنا الرعاة الأساسيين نعم. معلش بحب أذكرهم يعني مع إنه ال LBC منهم إيه طبعا LBC عم بشوفهم الأولى هلا على الشاشة فنكتسب لك هنا وقت أكثر لا أنا بدي مين عم بيشارك مين عم بيشارك في عنا من السبيكر الأساسية في عنا عثمان سلطان رئيس التنفيذي لشركة دوبي بالإمارات عنا مروان حايك رئيس التنفيذي لشركة ألفا كمان الوزير السحناوي رح يشرفنا بالزيارة ورح يكون ضيف شرف معنا بالمؤتمر وفي عنا كتير وجوه في عنا من شركة ريم في عنا سبيكر وفي عنا حتى انترناشونال سبيكر عم يحكوا لأول مرة بالشرق الأوسط يعني في رئيس تنفيذي شركة اي بي ويف يلي بيعملوا اندور سوليوشن لكل الاتصال بقلب البيلدينغز اوكي اول مرة بيحكي بالميدل ايست حلو هودي هن اللي اخترعوا اذا بدك هالحلول للاتصال بقلب المدن بقلب المولات بقلب وشو رح يصير ب 17 ديسمبر بقلب المؤتمر؟ بقلب المؤتمر رح يصير في عم نحكي عن كل التكنولوجيا الجديدة العالم رح تتواصل مع بعضها كل النهار واخر نهار رح يكون في عنا كمان جالا دينر وفي اوورد رح يكون في سمينو الليدر ميريت اوورد رح يصير تكريم ل 6 أو 7 اشخاص في لجنه اكيد طبعا هي خلال هالجالا دينر رح يكون في تكريم لهالاشخاص يلي
عملوا انجازات بعالم التليكوم يعني. حلو. وكلهم من البلاد العربيه رح يكونوا؟ لا. او في منهم برا؟ في معوره في تكريم لانه عملنا شورت ليست، لانه نحن كمان يعني هي تليكوم ريفيو اللي بتبلش المؤتمر، نحن عندنا عده اديشنز يعني. نعم. عندنا اديشن بتطلع من تكساس بامريكا. اوكي، هن لكن بنقوا. لا انه في عده، لا اكيد في اسامي يعني من كل البلاد. بس من كل الشركات، لانه بالنهايه التكنولوجيا وحده وين ما كانت. اكيد ما في شك، نحن كلنا عم نستفيد منها، ولك وين صرنا هلا اذا فكر وين كنا ب 100 سنه وين صرنا هلا. اكيد يا ريت. استاذ طوني عيد، اهلا وسهلا فيك بحلو الحياه، بتمنى لكم كل التوفيق ب 17 الشهر بمؤتمر All About Networking بدبي.